إن سيفا يمتد للطفل والمرأة سيف مهجن ومعاب. نعم، سيف عار اللي يمد إيده للطفل، وللمرأة مو رجل، هذا ما عنده رجولة، ما عنده كرامة، الرجولة تأبى والكرامة تأبى. وصل الأمر بالأخير، أول واحد يحمل له قبش ويصيح أحرقوا بيوت الظالمين. الله أكبر، هاي البيوت، البيوت اللي جابت لكم النور وأنتم بظلام، جابت لكم العزة وكنتوا تحت الأقدام، خلت أرجلكم على عرش قيصر، وين هذول؟ هذول هم الظالمين؟ هاي اللي وحدتكم بعد أن كنتم مجزئين، رفعتكم بعد أن كنتم أذلاء صاغرين، هاي النتيجة التالية، احرقوا بيوت الظالمين. ها، جاب القبس وضعه بالخيمة وأخذت النار تلتهب بالمخيم. تعرف طفل أبو سنتين ثلاثة ويشوف نار تحوطه يمينا وشمالا ومجموعة من النساء، في تلك الحالة أخذتها الدهشة، لما استولت النار على المخيم، خرجنا بنات وأمير المؤمنين يتراكضن من خباء إلى خيمة، إلى خباء آخر، من خيمة إلى خيمة أخرى، وقسم نجلا إلى المعركة، وين؟ إلى الجسد الصريع. أقبلنا يتراكضن حتى انتهينا إلى جسد أبي عبد الله.